ده يا فاروق؟ ده احمد بيه من اغنى اغنياء اسكندريه. معقوله فاروق بيه في اسكندريه من غير ما نرحب بيه؟ اهلا اهلا احمد بيه، ازي حضرتك؟ عاش من شافك. المدام هدى. هدى هاني، منورت اسكندريه. ميرسي. معقوله تيجي اسكندريه عشان تاخد مني قصر وتمشي؟ ده رزق احمد بيه، وجه لغايه عندي. في حد بيقول للرزق لا؟ لا طبعا، تساله يا رزق انت بتاع مين؟ واللي يسال ما يتوهش. ولا ايه يا هانم؟ الحقيقه ما عنديش فكره بتتكلموا عن ايه. شفت؟ حتى الهانم ما تعرفش. احمد بيسال عليا برضه، واللي يسال ما يتوهش. دي بلدي، دي توه في بلدي. وعيله البساطي معروفه في اسكندريه من 100 سنه واكتر. واللي يعوزه احمد البساطي ياخده بايده، ولا ايه؟ على راسي احمد البساطي وعيله البساطي طبعا. بس دي صفقات يا احمد بيه مش عائلات. واظن انت تعرفني برضو كويس. فاروق باليماني، جرايد، شركات، قنوات، غسيل اموال ملوش اول من اخر. وكنت انت بتغسل فاحنا البحر بحرنا. وانا القصر يلزمني. صحح لي حضرتك، حسب معلوماتي البساطي الكبير ما كانش من بشوات اسكندريه. كان اعتقد زجال، يعني بيكتب اغاني عاميه. ان الدنيا لعبت معاك اوكي، بس مش كل واحد الدنيا بتلعب معاك بيفضل دايما كسبان. متفرقش، كان باشا كان زجال، المهم دلوقتي ان انت في ملعبي. انا كل المباريات اللي لعبتها بره ملعبي كسبتها يا احمد بيه. بس انا اهلاوي. ما قلتليش تشرب ايه بقى؟ شربات بقى لما نفرح بالهانم الصغيره. هو مش فرح الهانم قرب ان شاء الله؟ مبروك. الله يبارك فيك. مين ده؟ احمد بيه البساطي. قلتلك ممكن نتكلم دقيقة يا يوسف؟ خير حضرتك. بص يا ابني، عايز تلعب على حماك عادي، ده حقك وانت حر. انما تلعب عليا انا؟ لا. انا مش ابنك عشان تقول لي يا ابني. انا اسمي يوسف محمد يوسف يوسف نوار، ومش بنلعب على حد. الحكاية كلها عندي، فبلاش لف ودوران. الدايه خلصت، عن اذنك. اسمعني كويس، هتطلع من الحكايه زي ما انت كده. ولاخر مره بقول لك، عايز تلعب معايا وراضيك ماشي. انا مش فضيلك. خد فلوسك من فاروق بيه وناسبه، وسيب لنا القصر. انا هنشتريه منك، بدل ما الدوله تاخده منك وما تطولش لا ده ولا ده. انت عارف انت حفيد مين وانا حفيد مين؟ يعني الحكايه خلصت. ما خلصتش يا يوسف، ما خلصتش. انا نازل مصر النهارده، وهبقى اكلم يوسف احدد له ميعاد عشان يجي يتقدم لك فيه رسمي. ماشي، وايه الاحوال؟ تمام، كله تمام. طب ليه بتتكلم رسمي؟ في حاجة كده مزعلاك؟ لا يا حبيبتي طبعا مفيش حاجة مزعلاك، بس مش المفروض إن هو اللي يجي يتقدم لك ولا أروح أتقدم له أنا؟ لا طبعا يجي يا باشا، وبعدين ما هو كلمك وبعدين أنت تؤمر يعمل فيش وتشبيه كمان. لا من غير فيش وتشبيه، مش محتاجين ده خلاص. يا سلام يا سلام على رومانسية. تعرفي أبوكي بقاله 20 سنة ما أنجشنيش في إيده كده. ما خلاص بقى يا هدهد، وأنت هتاخدي زمنك وزمن غيرك. إيه ده؟ ماشي يا ست. طب خلاص ما تزعليش، ده الحب الكبير يا ماما. انت هتعيشي في اسكندريه ولا ايه؟ مش هترجعي معانا؟ لا هرجع، بس مش النهارده، بكره ولا بعده ان شاء الله. لا بكره. عندك بيتك وشغلك. حاضر. بصي. الله، مبروك. بصي يا بابا. حلو قوي يا حبيبتي، مبروك. تحفه وغاليه. تصدقي ماما انه قال لي ان انا الاغلى؟ بس حركات طبعا، اكيد فاروق بيه قال لك كلام زي ده زمان قد كده، ودلوقتي بينسى يصبح عليكي، بس عادي عادي هفرح شويه. لا افرحي كتير، شويه ليه؟ ربنا يخليك ليا يا بابا. ما عندناش شويه احنا. احنا عندنا نفرح قوي وكتير، وسلمى فاروق تفرح وبس. فتحت نفسي، اقوم اجيب فطوري بقى. يلا يا بنت. اوعى تخلع يا يوسف.
نخلع ازاي يعني؟ اه مش بعد ما رحت معاك شقه اخوك تخلع وما تجيش تطلبني وما تردش على الموبايل انتحر واجيب لك فضيحه. انت افلام زمان مجنناكي. اه البراد يفور والمطره تمطر والشبابيك ترزع في بعض اعرف البنت ضاعت على طول. انا بحبك. وانا قوي قوي. هو احنا هنقعد في القصر؟ هنقعد بقى في اوضه خديجه هانم ولا نادره ولا يوسف الاول؟ يوسف الاول. طب تيجي في الميعاد؟ ابويا يقدس المواعيد. حاضر. طب مش عايز اي حاجه بقى؟ لزوم الحلاق، الجزمه، الشراب، ده انا جدع. وبعدين نتحاسب، هاخدهم من عينك ما تخافش. لا مستوره وكله زي الفل. بتحبيني انا اكتر ولا القصر يا يوسف؟ انت. وحبيت القصر اكتر لما شفتك. مش عايزه امشي. بس لازم امشي. لا طب احكي لي شويه قبل ما امشي. انا احكي لك بس هتتاخري. معلش شويه صغيرين. سنيور فين الثلاث سنون بتوع السين؟ كده اسمك حدش هيعرف يقراه. حتى البنت هتضيعيهم زيك؟ جبت لهم من فين اللوح ده؟ عملت عمولي. القرايه حلوه يا هلاوي وتخلي البني ادم هيعرف حاجات كتير. لو اقعد وسطيكم ما فهمش حاجه. المره والبنت يجروا والراجل لا. اعلمك معاهم؟ اعمل لك لوح واعلمك زيهم ليه لا؟ ليه؟ القامه قامت. مره وهتعلمني احسن مني انت. محدش احسن منك في الدنيا كلها يا ابو البنت. اقعد جارنا وانا هعلمك حتى تعرف تكتب اسمك. اقعد اقعد. هلاوي. ايه؟ لام الف واو ي. هلاوي. هلا عني قلت وقومي شوفي لي حاجه كلها. جعان. الورقة دي عرفش لقيتها مرمية قدام الباب. بيقولوا الخواجات عيرموا ورق قدام البيوت عشان يخوفوا الناس من العيا اللي ماشي في البلاد. عاية؟ بطلي فالحسي وقومي وكلينا. جعانة يا هلاوي وبطني هتوجعني من وكلها. قوموا يا بنات قوموا قوموا اغسلوا يدكم. هيقولوا النظافة ثم النظافة. شطة تاخدهم إعازة البنات اللي بليت ولدي بيهم. الدور الجاي واد. ما انت كنت بنت يا حريري. وإيه عزتنا في الدنيا؟ المهم ولدي ذكر خلف ذكر. النجع كله ما يعرفش يقرا والخواجات عيرموا ورق على الناس. مدابيب الخواجات دول اللي مكتوب له شيء هيشوفوا. جعاني يا ولا يا فرح. انا عايزك تستطعم الكلام تحسه كده يكون طالع من جوه. هنقولها كم مره؟ اني زهقت. زهقت؟ هو ده كلام يتزهق منه؟ ده كلام المظاط. شوف ياللي دفنت الحظ في بير امانه عليه كنز هاته معايا. ده الفقر عندي أم وأبوه وزاد عليه حتى أخواته. الله. وجوز خالته وعمته بالمرة بقى يا أبو صادق. ما هي زاطت. إيه الفقر المنايل ده؟ الناس بيحبوا كده يا بحر عشان لما الأميرة تخش تتمايل وترقص في دلال تسمعوا. هي الأميرة هتخش تتمايل في دلال ليه؟ دي أميرة تدخل باحترامها أحسن. صح وأنت ساكت يا شيخ زهار. لازم تتمايل وتتقصع وتتغندر في الحلو منه. لو ما تقصعتش هنشحتني وانت وبحر وفرح. داني لو نطول نخلي الستاره كلها بنات بترقص لنعملوها. رقصت روحك من الواجع يا بعيد. خسئت يا شيطان يا فلاتي يا مغوي. يا شيخ زهار شغلتك تصحح وتوزن في الموزون منه. الله لا عنه تصحح ولا توزن. داني لو بنوزن حشيش كان اشرفني. طب احنا شغلنا كده ما عندناش وقت. كده؟ طيب هذا فراق بيني وبينكما. استنى بس استنى بس يا شيخ زهار. استهدى بالله اهدى. جرايه بساط. ما تلم نفسك وتتكلم خفافي مع الشيخ زهار. بلا زهار بلا منبار. عندنا شغل. منبار؟ هي حصلت يا ابو ساطي؟ سامعه بيقول منبار يا بحر. يا سيدي عديها عديها. والمرسي ابو العباس لا تشوف ايام اسود من ارض الخروب يا وديع.
أنا اللي خيوبا عليا و100 خيوب. أيوة استنى بس يا شيخ. أيوة. زهار استنى. الفقر إمتى عني يتوب؟ خيوب عليا و100 خيوب، وصبرت صبر النبي أيوب، وحظي لون قرن الخروب. بوريه بوريه بوريه. الله هنزودوها دي. بص يا ولا يا فرح. حاسب يا عم، حاسب يا عم، الفنانة وصلت، الفنانة وصلت. بونسوار يا أرتيست. اطلع يا فنان. البروفا من ساعتين معادها. رواحي يا أصداف. وماله يعني نروحه؟ لكن لو روحت مش هنعتبوها تاني. استني بس، تروحي في ايه؟ الدنيا طارت يا صوفيا. اقعدي بس اقعدي. تقعد خلاص، يبقى نروحاني. لولا بس ان في ناس مهمه جايه لليلادي كنت مشيت. ناس مهمه؟ ناس مهمه مين؟ اللي هم مين بقى الناس المهمه دول يا صوفيا؟ اقعد يا بحر. احسان باشا فرغلي. مين؟ احسان باشا فرغلي. يعني انا سمعت اول مره صح؟ يا دين النبي، بتقول لك احسان باشا فرغلي يا بحر، يعني لو عرض ما عجبهوش هيسجن ابونا. اقعد يا بحر اقعد. نقعده لما تتعلم الادب. نتيجه تعلمهولي. الفقر انت عليا يتوب، خيب عليا وميت خيب. والفقر انت عني يتوب، خيب عليا وميت خيب. صبرت صبر النبي ايوب، وحظ لون قرن الخروب. بري 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 فانت الحظ فيك، أمان عليك انزل هاته. ده الفقر عندي أم وأبوه، وزاد عليه حتى أخواته. اصطبر يا بحر اصطبر. الله، هتكون راحت فين؟ معقولة تبقى مشت كده؟ دي حتى ما حيتش الجمهور. تروح مطرح ما تروح، لما تلاقوها أنا موجود. دي عمرها ما مشت من غيرنا. تلاقيها سبقت على بيتها. في حاجة غريبة. يا مغيث يا رب.
غيتنا يا رب غيتنا. خبر يا رماه الميتين كتير ليه؟ ما بحددش يا عم زكريا، هي الموت اسرع من الانفاس. الميت ده ما فيش حد عايش في بيته عشان يشيله. يا ساتر يا رب يا ساتر، استرح علينا يا رب. استر يا رب استر يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سنيورة يا زهير، تعالوا اغسلوا يدكم. اغسلوا يدكم، اغسلوا 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 بيدكم ويدكم ووشكم. محدش يهوب لبرا. دي ستي. خش جوا خش جوا اقعدي مطرحك. الحقيني يا مرات ولدي، اموت اموت وحدي يا نادره، انجديني. والله لما يجي الا ولاد بموتك. لا اقلعوا عبرات خلقاتكم، خلينا اغليه. النظافه اهم حاجه، النظافه اقلعوا. يا بنت يا بنت نادره يا نادره. أم يا أم أم يا أم أم أم، الموت خليك حريري وأنا مش وياكي. رد عليا يا أم، رد عليا يا حبيبتي. نادرة نادرة نادري يا ولاد، انتوا فين؟ امي ماتت يا خلق، امي ماتت. حد يجدي، حد يجدي يشيل معايا جايزوها. يا ناس امي ماتت. يا خالي يا خالي يا خالي امي ماتت، ساعديني جهزوها. الشمال يدها تخدلت من الشيل والحظ، والشوطة حتى جاي من جثة الميتين. راح فين يا خالة؟ بعد عني يا خالة، بعد عني. قوم يا ناس، قوم يا ناس، حد يساعدني جايز هو. نادرة نادرة، قومي ماتت يا نادرة، قومي ماتت. افتحيلي افتحيلي يا نادرة، قومي ماتت. الله يرحمي. دخليني انا نادرة امي ليه يا رب؟ دخليني جسمي كله هيترعش. دخلينا يا نادرة. ما اقدرش يا هلاوي، اخاف تعدي البنات. افتح يا بنت المركوب. ما اقدرش ما اقدرش. يعني يعني هكملين الحال يا نادرة؟ افتح الله يرزقك. ما اقدرش يا هلاوي ما اقدرش. افتح يا نادرة، افتح الله يرزقك. افتح يا نادرة. ممنوع، ارجع مطرح ما كنت. هو ايه اللي ممنوع يا ولدي؟ ده ناجي وانا مروح. ممنوع، الحكومه عملت كاردون صحي ومحدش هيطلع منها ولا حد هيخش. يا ولد بنتي وبناتها جوه، يبقى كيف ما اخشش بيتي؟ هتقعد تهاتي معاي من هنا لبكره من غير عازه يا عمي. الناس اللي جوه هتموت ومحدش لا هيخش ولا هيطلع. وبنتي وبناتها ليهم رب كريم يا ابوي، توكل على الله.
على قدك يا ابوي. توكل على الله يا ابوي. توكل على الله. توكل على الله يا عمي. اتفضل يا ابوي. توكل على الله. صوفيا يعقوب ذات نفسها؟ بذات نفسها يا فندم. اسبوع ولا في سلقط ولا في ملقط، وده مرسح مفتوح. مرسح يا اخي، مش مهم المرسح، المهم سعادتك ترسينا هي فين؟ عسكري. عسكري. افندم خدوا مع الحجز لغايه ما يجي لك التعليمات. ايه؟ حجز؟ ليه؟ يا فندم ده احنا جايين نسال. ايه؟ احنا ما عملناش حاجه. بس لحظه بقى، لحظه بقى، قيمه. طيب يا فندم اسمعني. طالع الله يخرب بيتك يا اصداف. The delegation for the Red Crescent is on its way to Upper Egypt now. And I can't tell you how late we're already in containing the situation. We need to follow all the health instructions and make sure everything is carried out. Are we understood? Any questions? There's no life here. احنا وفد الهلال الاحمر، حد موجود هنا؟ ما تخافوش يا بنات. ندرة، حلم ده والموضع يعجب صورة الحبايب. صوتك دايما بيندهلي الأول قبل ما أشوفك. دول بناتك؟ أيوة. وإزاي قدرت تنجيهم وتنجي نفسك؟ قد ما عرفت نجينا من الموت، بس الوكل خلص. الوكل خلص. يما 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 أما. How did she keep herself alive? This is an absolute miracle. She is an Egyptian woman who knows how to read and write. She read the instructions and she was able to protect her children. By isolation. This is very impressive. الحمد لله. الخواجة فخور بيك يا نادرة. وأنا مبسوط قوي إني شفتك. وأنا قوي. افتكرتك في الأول حلاوة الروح اللي هيقولوا عليه. أنا ربنا نجاني عشان أنا قريت ورقة التعليمات.
ولولاكم ما كنتش اتعلمت، يعني انتوا السبب برضو. قول لخديجة هانم شكرا. لسه كلامك حلو، لسه عينيكي بتاخدني، ولسه قلبي عندك يا نادر. أنا آسف، نسيت إنك متجوزة. أيام كتير عدت ما سمعت الصوت حد، في الأول صراخ وبكى، وبعدين مفيش حس. أبوي مشى من أيام كتير، قلت أستنى أمر الله. وجوزك؟ سمعت الناس وهم عايقولوا مات جنب الباب وشالوهم. الباقي في حياتك؟ خبط على الباب كتير ما فتحت الوش، خبط كتير وترجاني، بس خفت على بناتي ذنبهم ايه صغيرين، قلت يا هم يا هو، خفت عليهم قوي قوي. انت كده عملت الصح، ما تبكيش. معقولة تبكي في اليوم اللي شفتك فيه؟ ده أحلى يوم، كأني لسه راجع من السفر، وكأنك قاعدة بتعزفي بيانو. راحت أيام البيانو. تحبي ترجعي معايا؟ أحب، بس من بيت اللي أحبه هيحصل. هنا بناتي وعشتي، عاش من شافك يوسف بيه. تتجوزيني يا نادرة؟ يا ريت، بس كلمة يا ريت ملهاش عازي. كده حلو قوي، كفاية إني شفتك. ليه؟ ليه لأ؟ إيه اللي يمنع؟ حاجات كتير، كبرت شوي. لسه بتكتب جوابات؟ ولمين؟ بكتب بس مش جوابات، بكتب حاجة زي الشعر كده. عارف، لسه عندي قصة أجدو لي تقطع لزقتها تاني، كل ليلة أقرأ وأبكي وأفتكرك، مفيش سطر ما فيهوش صورتك. عندك ولاد؟ لسه مفيش نصيب. يعني ما تجوزتش؟ لا اتجوزت مرتين. ربنا يديك. حب على يدي خديجة هانم، هي اللي علمتني الجراي، وانت عرفت معاك الحب. عايز اعمل لك حاجه تساعدك يا نادر، اي حاجه. ثلاث حاجات طماعة صح؟ لا خالص، قولي. عايزة العيال يتعلموا زيك، واجيب واد اسميه يوسف ويطلع دكتور زيك. والتالت؟ بيانو، اعلم على العيال. وحشتيني يا نادر، عمرك ما غبت. ليه سأل عليها تاني بقى ابن هرمة؟ شهر في الكراكون، شهر. ليه ده كله؟ أنا حاسس إني كبرت في الكراكون. وخراب البيوت ده، مين هيعوضني؟ قد الله، ماليش دعوه بمرصحك تاني. ده ذنب الزهار اللي زعلته. يا سيدي تندل، هو ايه السر في قصدها؟ ما تجيبش سيرتها والنبي. اه والنبي، ده احسن سيرتها لما كانت بتيجي كانوا بيصبحوا علينا. انا راجع عشتي. واني هنروح المرصح نشوف خراب البيوت، واني هنروح نحلق وناكل وننام.
الشهر بقوا 3 شهور يا يوسف. انا قعدت زي ما امرتي. يعني ايه؟ انا مش هسكت. اوعي تسكتي، روحي يا خديجه هانم دلوقتي الفايقه وطلقيها، قولي لها بالنيابه عن يوسف بيك نوار انت طالق. نزلك.